أخبار اليوم. حيث انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور السيد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية. وقد تم استعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لا سيما في سيناء، حيث استمع السيد الرئيس إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهيرها من العناصر الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار فيها. وأشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في ربوع مصر كافة بالتعاون مع أشقائهم في جهاز الشرطة المصرية وما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وتحقيقا لأمن الشعب المصري. وأكد السيد الرئيس على أهمية العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة وما تقوم به الجماعات الإرهابية من عمليات آثمة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط في عدد من الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الأمني وتضافر جهود المجتمع الدولي من خلال مقاربة شاملة لدحر الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف. وقد استعرض المجلس عددا من الملفات الإقليمية التي جاء في مقدمتها سبل تعزيز الأمن على الحدود الغربية لمصر، وكذلك تطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في اليمن وسوريا. وفي هذا الصدد أكد السيد الرئيس أن مصر ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية.